كم أني والدة المعتقل أحمد باسم عبد القادر وناشد رئيس الجمهورية برهم صالح وناشد بالأخص رئيس الوزراء الكاظمي، أريد يسوي لي حال قضية ابني. ابني مظلوم وابني بريء والله، على المخبر السري لا شاهد، اعتراف قيدي، مساومة بالعرض والشرف، والله ساموه على العرض والشرف، قالوا له أمك وزوجتك في الغرفة الثانية لو تبصم على اللي نريده إحنا، وتحت التعذيب وتحت الكتل ضافير مشلعة، الكهرباء موتوا بالكهرباء والله، والهسه صار له 5 سنوات وآثار التعذيب بجسمه بإيدي الهسه موجودة آثار التعذيب، عندي حتى صور أول ما عذبوا قدمت الحقوق الإنسان ورفعون البغداد السجفاتن الحلفي، وين ما كان ورحت وجيت حتى للسيد الكاظم مرتين ما خلوني أدخل، رحت استاذ فايق زيدان وما خلوني أوصل له، والله ابني مظلوم، يعني أنا لو ما ابني مظلوم ما أحكي ولا أطالب ولا أقول، عندي رسائل من المشتكي نفسه يدل بين ابني بريء، ابني مظلوم، سجن زوجي سجن ورا ابني، ورا ودالي رسائل قال لي هذا اني تريدين اطلعهم تدليني على القاتل، انا منين اجيب القاتل؟ القاتل شارد يعني يدري بي، ليش يضغط علي؟ ليش يعني ابني روح عري ما هسه وصل اعدام، وصل اعدام، وين ما يريد ينقله ينقله، وين ما يريد يوديه يوديه، ليش انت شنو ذنبه ابني؟ شنو ذنبه؟ امه وقلبه معترك على ابنه، انا ارشدكم مريد ابني من عندكم، ويقولون الحرمه بذات الخير، وانا بداعتكم، بداعتك يا السيد الكاظمي. أريد ابني من عندك، أريدك أنت تحلها من بعد الله، أريدك أنت تحلها، أريد ابني موتني من جلبيتي يضغط علي، عود أنا مرة على مودي وصل للقاتل، والله ما أدري بالقاتل، والله ما أدري بي ولا أعرف مكانه، والله وديت العالم وديت الغيرة وديت السادة، يقولوا مغلي يعطيني مليار، زوجي نايم مريض طرح من الفراش، والله ليش زين؟ ليش استاذ يعني هاي جهالة ثلاثة برقبتي؟ ليش اعطيه شنو ذنبه وزوجته وجهالة؟ ليش الزين؟ ليش الظلم؟ ليش؟ لين بغيرة ما عندي؟ ليش تشي روحي ابن عريمة؟ ويانا عبر الفايبر والدة المعتقل أحمد المحكوم بالإعدام. أم أحمد حياك الله. الله يحييك، أهلا وسهلا أستاذ. حياك الله أم أحمد، يعني هل الخلاف مثل ما افتهمنا أنه هو خلاف عشائري؟ نعم أستاذ، يعني حتى الدولة تدري به هذا، وصل عشيرتين مو شخص تقريبا، يمكن أكثر من 6 أشخاص من الصفحتين، وهم يعني يدري والدولة تدري بهذا الشيء، بس يعني أنا ابني مو طرف، يعني مجرد يعني شاقل لك ليه نعود هم عمامي، يعني عمامي ليش يعني المشكلة بين عمام أحمد وبين عشيرة يعني أخرى ما قدروا على عمامة دبوها برأس أحمد. اي فأستاذ يعني ابني ما يعني عندي أدلة تثبت ابني ما موجود، اللي صوب بالحادث يعني يشهد يقول هو ما موجود ابني، يعني حتى بالتصوير ما موجود، حتى بالتصوير ما الحادث ما موجود. والله استاذ رحت للمحكمة يعني المشتكي يرشد القاضي يقول له اجيب لك فلان شاهد شو تريد، يقول له القاضي بكيفك، جبت لك فلان ذاك فلان ما اريده، يقول له القاضي بكيفك، والله يعني ادخل مسرحية ما ادخل جلسة القضاة ما ادخل جلسة محكمة، والله هاي اي محكمة ام احمد؟ والله سمعته طلع من الجلسة شي يقول للقاضي خابر بالتليفون، يلا انا بعد راح اروح وانت تصدر القرار. يعني شوف شلون يتصل بالقاضي وهيك. هذا منو حاجة. منو هذا؟ المشتكي. المشتكي هاي باي محكمة؟ محكمة البصرة، جنايات البصرة. يقول لي اي شيء لا عبالك قاضي مشي لش دعوة، عبالك مركز مشي، عندي دعاوي يعني بمركز. زين تعرفيه اسم القاضي تعرفيه؟ نعم استاذ، جنايات البصره معروفه ومعروفه قضاته، ما حاجه اقول لك يعني معروفين كل الزين. زين استاذ يعني شنو اقول لك؟ اقول لك يعني اي شيء قل لي اي شيء، لا محكمه تمشي للدعوه لا الشغل لا ذاك، انا يعني قادر على كل شيء. يقول لي الله يحكم بالسماء وانا احكم بالارض يابا، يعني تصدق الهدرجه جبروتي يابا.
يعني استاذ قل لي زين ليش اختاروا احمد، ام احمد ليش اختاروا احمد من بين كل هاي الناس؟ احمد على القتلة قالهم انا يعني حتى لو تردون من بصموا بالاعترافات والتعذيب بالفلوس استاذ بالفلوس فلوسه، والناس قامت يعني شي هيك تذب بشي، وتدري انت بالمخبر السري وغيره ما حاجة اقول لك. اي فلين يعني القاتل قريب إليه فيريد اعود يعترف عليه، احمد قال له انا ما عندي علم يعني لا عندي علم بالقتل ولا شيء. قال له لا يعني ماكو هيك شيء انت لازم احنا. فخذوا ابني المحكمة الساعة بالستة، الدم منه يصب من جوا تشيس منه ومن هنا وكتل بالمحكمة، حتى القاضي يقول له ما دام ما يعترف روح طلعوه يطلعه برا يكتله ويدخله، يقول له قضية تعترف، يقول له القاضي انصفني استاذ انصفني، يقول له إيه ما اقدر انا ما اقدر، صدق استاذ يعني لهالدرجة والله العظيم الله شاهد زين على كل كلمة. زين ذكرتينا انه هو يعني ساوموه على شرفه، منو اللي ساومه؟ أيوة بالسجن استاذ. القاضي اللي عذبوه منو اللي ساومه؟ ولا شيء، ورا الشهر ورا الشهر دخلونا بتعذيب مرتي الثانية، اسأل على ابني اروح المواجهة كنت اواجهه، قالوا لي ماكو مواجهة ممنوعة عليه، ليش يعني ليش ابني مو مفتوح المواجهة؟ ثاني قاعد يعذبون بيه وخفوه لما انطاب. هذا اي سجن ام احمد؟ اي سجن هذا؟ اي سجن هذا؟ بالجرائم مالت البصرة. اي جرائم البصرة. عندي صورة مالت التعذيب استاذ. اي وصورة بنفس اللحظة وحطيتهن حتى بالدعوة. يعني ليش هيجي يقولوا له والله يعني احنا نريد خذوا كشف دلاله صعدوا الدرج ونزلوا، حتى كشف دلاله ما عنده بس لو تبصم انت يعني اريدك تبصم هاي بصم لهم يعني من الكتل من الكتل بصم. اي والله استاذ يعني حطوا اعتراف كيدي كل شيء ماكو يعني هسه اللي يقرا الدعوه اللي عنده ذمه وضمير يقرا الدعوه يقول حكم اذا يريد ياخذ يعني بدون علم او شيء هاي يقول 5 سنوات هو حكم 24 سنة والناظر هسه تصدق استاذ يعني خلال اقل من سنة دعوة تصعد وتتميز وتنزل وتجي اروح اسال عليها شنو دعوة ابني يخفونها جاية من شهر الثاني يخفونها ورا شهر الخامس يا الله يطلعونها يقولون والله تجديد حكم اجت من التمييز. ليش انا مو صار لي يومي يعني كل شهر اجيكم مرة ومرتين اراجع الدعوة مالت ابني يخفونها يضمونها يعني من يوصل الحكم كلش خاف زين. انا اطعن خاف اسوي في الشغله زين زين ام احمد انت اتهموا احمد ظلم وزور والان هو محبوس شنو يرجعون يهددوكم ويفجرون بيتكم والى الان يقول لك الا كتله داخل السجن رموا البيت فجروا البيت علي مرتين يقول لي شلون اشتكيتي علي اعتدوا على زوجي قضي سجن مدة سنة خلاه طلع رجال يعني مريض كل شيء ما عنده طلع تالي فراج زور اتصالات وهو زوجي قاعد بكربلة وقت الحادث زور الاتصالات وجابهن يقول لا بالبصرة بالبصرة زين. النوبة يعني هيك هيك على الخالي بلاس سنة سنة ضل زوجي بالسجن يعني كل شيء ماكو لا اعتراف لا شيء لا هاي وشنو يهدد يقول أنا كتلة بالسجن يعني ما كفال اللي سواه يدز علي عالم بالسجن كتلة يريدي كتلة يعني يقول على مود آخذ ثار ابني بي ليش انت مو تعرف القاتل انت تعرف القاتل ليش يعني تريد تقتل ابني روح للقاتل لزمه وكتلة ليش هذا يروح ضحية زين الطرف شي الثاني ام احمد الطرف الثاني صدق مدعومين وتاجرون بالمخدرات ومدعومين من الحزب معروف عصابة عندهم قطع الاراضي المخدرات الخطف كل شيء كل شيء يعني وش اقول لك يعني الى اطراف بالدوله وياه. نعم شكرا لك ام احمد ويا رب ان شاء الله الله يفرج عن ابنك واحنا اي شخص بعد انا قلت له للسيد الكاظمي قلت له الحرمه بشر بالخير خلي يجي ويت...